قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان، وإعلام إسرائيلي يقول إن العملية العسكرية في الضفة الغربية مستمرة. نحو 20 شهيدا في قطاع غزة مع تواصل حرب الإبادة الجماعية، وبلينكين يحث إسرائيل وحركة حماس على التوصل لاتفاق هدنة. زيلينسكي يزور ألمانيا لحشد حلفائه، وبريطانيا تعتزم إرسال صواريخ لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 160 مليون استرليني. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت غرينتش. موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. معنا مترجم لغة الإشارة علاء الدين السيد. تفاصيل النشرة بعد الفاصل. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 10 أيام من عمليات عسكرية مكثفة خلفت عشرات الشهداء والجرحى وتسببت في دمار واسع. يأتي ذلك بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال ستعود إلى جنين، وأن العملية العسكرية بالضفة الغربية لن تتوقف. بعد 10 أيام عاشها الفلسطينيون في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق نار وحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت القوات من المدينة ومخيمها. انسحاب قوات الاحتلال جاء وسط مخاوف من جانب الفلسطينيين من عودتها مرة أخرى لاقتحام المدينة ومخيمها، خاصة بعد انتشارها على حواجز عسكرية محيطة بها. وقد صدقت مخاوف المواطنين الفلسطينيين، إذ قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال ستعود إلى جنين وإن العملية العسكرية بالضفة الغربية مستمرة. العدوان الإسرائيلي على جنين والمخيم التابع لها لم يمر مرور الكرام، لكنه خلف وراءه أكثر من 20 شهيدا، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية. وخلال عدوان قوات الاحتلال شهدت أحياء المدينة ظلاما دامسا جراء انقطاع التيار الكهربائي بسبب تدمير خطوط الكهرباء. وعلى خلفية ما حدث في جنين ومخيمها من عدوان غاشم، اتهمت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال بإعادة إنتاج جرائمها الوحشية ومشاهد الدمار والتخريب التي ارتكبتها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية المحتلة، من حرب إبادة جماعية في قطاع غزة إلى عدوان في الضفة الغربية. هكذا تتعقب قوات الاحتلال الفلسطينيين أينما وجدوا لإرساء الشعور بعدم الاستقرار والأمان داخلهم. فمتى ستشرق شمس السلام عليهم؟ للمزيد من المتابعة معنا مباشرة من رام الله اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، صباح الخير. يعني تعاود إسرائيل بإعادة إنتاج جرائمها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية، كيف ترى الوضع الآن بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان، وهناك تأكيد بعودة العمليات العسكرية وأن العمليات العسكرية ستتواصل بالضفة الغربية؟ يعني كما تعلمون أن إسرائيل أرادت من هاي العملية هي عمل ضغط داخلي على الشعب الفلسطيني، وأرادت ترويع الشعب الفلسطيني وتكريس الهيمنة على الشعب الفلسطيني من خلال هذه عمليات التجريب
وعمليه تدمير البنيه التحتيه وعمليه القتل والترويع، وهذه تاتي هذه كلها ضمن سياسه المنع. ولا يعني انتقلت اسرائيل من سياسه الردع الى سياسه المنع، بمعنى او باخر انه هي تريد ان ترسل رساله للفلسطينيين انه اي فلسطيني يفكر في المقاومه او يفكر في اي عمل مسلح سنقوم بتدمير البنيه التحتيه وسنقوم بتدمير كل شيء في المناطق في القرى او المدن او المخيمات. الاهداف اللي حقق اسرائيل يعني حتى في داخل المخيم يعني ماذا حققت؟ هي حققت فقط تدمير وتدمير البنيه التحتيه وترويع السكان الامنين، ولكن الهدف الرئيسي من عمليه جنين هي كان هدفها يعني تهجير الناس من المخيم، من مخيم جنين والمخيمات الاخرى. ولكن يعني اقول وبكل فخر واعتزاز انه شعبنا صامت في مخيمه، لم يهاجر، لم يتحرك من ارضه. فبالتالي كل هذه السياسه الاسرائيليه هي بتعيدنا الى يعني كانها دوله اسبرطا التي كانت دائما تفكر بالقوه والقتل والتهجير والترويع. وهذه هي نفس العقليه الاسرائيليه اللي بدات عام 1948 عندما يعني جيش الهجنه في تلك الفتره قتل ودمر وهجر الفلسطينيين، واعتقادا منهم انه التاريخ يعيد نفسه او الزمان يعود الى الوراء. ولكن شعبنا ما زال متمسك متضامن مع بعضه، واذا راينا في جنين جميع الاهالي من قرى ومدن من جميع القرى والمدن في جنين يعني قدموا كافه المساعدات لاهلهم في جنين، يعني مساعدات عينيه ومساعدات ماديه. هذا تضامن الشعب العظيم بصراحة هذا يدعم صمود الشعب الفلسطيني، وبالتالي شعبنا صامد في أرضه وبغض النظر عن كافة الإجراءات الإسرائيلية. وأعتقد إسرائيل هي يعني خرجت اليوم ستعود يوم غدا تحت ذرائع أخرى. فبالتالي هذه السياسة الإسرائيلية والعنجهية الإسرائيلية بحاجة إلى ردع، بحاجة إلى ردع دولي، بحاجة إلى تحرك عربي، بحاجة إلى تحرك دولي لمنع هذه الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الأعزل. نعم سيادة اللواء حبس الشروف، يعني نحن أمام كارثة إنسانية بيعيشها الشعب الفلسطيني، وتدمير للبنية التحتية وتهجير للناس، وهناك تعنت إسرائيلي لوقف إطلاق النار أو إبرام اتفاق للهدنة. كيف ترى الضغوط الدولية ودور المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل في المرحلة الراهنة وخاصة من الجانب الأمريكي؟ يعني اعتقد ان الجانب الامريكي يعني هو الان يعني لا يضغط ضغوطات حقيقيه، لان الجانب الامريكي الاولويه لديه هو الانتخابات، والجانب الامريكي هو يعني الان قصا يعني فتره التصويت الانتخابات قربت، والجانب الامريكي لديه اولوياته هي اسرائيل وليس الفلسطينيين وليس شيء. ولكن الجانب الامريكي يعني هو الان يعني يطلقون تصريحات ومبادرات، ولكن مبادرات انا وجهه نظري ان هذه مبادرات غير حقيقيه وغير فعاله، وهي كلها لارضاء الناخب الامريكي وخاصه الامريكي اللي هو المؤيد للقضيه الفلسطينيه. ولكن بالنهايه هم يريدون ارضاء اللوبي الصهيوني في الدعم اللامتناهي لاسرائيل. لولا الولايات المتحده لا نتنياهو ما استطاع يعني بهذه العنجهيه، يعني كل الاتفاقيات اللي تم الاتفاق عليها مبدئيا كان هو نتنياهو هو الذي يعني وضع حدا لهذه الانتخابات، وكل يوم من الايام يعني يتم التوصل الى اتفاق معين في المفاوضات، ولكن نتنياهو يضع العصي بالدواليب. ويعني لانه حقيقه الامر نتنياهو كما رايناه في خطاباته لا يريد لا يريد على الاطلاق التفاوض ولا وقف الهدنه ولا الانسحاب من غزه. فبالتالي هذه سياسته، هو يعني املا منه انه ياتي ترامب، وترامب كما نعلم قبل ايام صرح انه اسرائيل دوله صغيره، وراينا ردود الفعل السريعه من نتنياهو، لم يضع خارطه في الخارطه اللي اوضحها، يعني لغى الضفه ولغى البحر الميت ولغى كل شيء. فبالتالي هذه حدود اسرائيل حسب رؤيته. فبالتالي هو يعتقد منه انه نتنياهو سوف يضم الضفه وسوف يعني يضم القدس ويضم باقي المناطق، فبالتالي هو نتنياهو يعني ينتظر في الوقت. وهناك وللاسف يعني لا يوجد تحرك عربي سريع، وهناك في تحرك عربي يعني لا ننكر ذلك، ولكن ليس بهذا المستوى، ليس بحجم هذا التدمير وهذا القتل لشعبنا الفلسطيني.
نعم، بشكرك سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، كنت معنا من رام الله. استشهد فلسطينيان صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدفهما شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية. بذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات الماضية إلى نحو 20 شهيدا. 11 شهرا من الصمود الفلسطيني في وجه قوة مدججة بسلاح الغرب وتواطؤه، تؤكد عملية طوفان الأقصى أن النكسة التي كرست احتلال إسرائيل للقدس وللأراضي الفلسطينية ليست إغلاقا لكتاب التاريخ. يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع برا وبحرا وجوا، واستخدم الاحتلال الجوع سلاحا حيث منع الغذاء والماء والدواء، ما أدى إلى موت الكثير من الأطفال والنساء، إضافة إلى عشرات الآلاف من الدور والمباني الحكومية ومباني الخدمات التي دكتها الطائرات الإسرائيلية. دفعت غزة أكثر من 40,878 روحا ذكية ونحو 100,000 مصاب. وفي أحدث جرائمها ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 17 شهيدا و56 جريحا. لكن على الرغم من مرور أكثر من 10 أشهر على العدوان، لم يحقق جيش الاحتلال أي من أهدافه المعلنة، سواء بالقضاء على قدرات حماس العسكرية أو تفكيك بنيتها التحتية أو حتى إعادة المحتجزين من غزة. وبسبب ذلك وعجزه المستمر على جبهة القتال، لجأ قادة الاحتلال إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية هذا الفشل في القطاع الذي شهد إبادة جماعية. حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كل من إسرائيل وحركة حماس على التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، وذلك بعد أن قال مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق بات منجزا بنسبة 90%. وخلال مؤتمر صحفي في هايتي قال بلينكين إن من واجب الطرفين التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة، ومنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وبعض الخلافات حول كيفية مبادلة المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين. وأشار إلى أن واشنطن ستطرح المزيد من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة سينقلها الوسطاء لحماس بشأن كيفية حل المسائل العالقة المتبقية. من جانبه حض خليل الحي عضو المكتب السياسي لحركة حماس واشنطن على ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. إن على الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن إن أرادت الوصول فعلا إلى صفقة ووقف لإطلاق النار وإنجاز هذه الصفقة بشكل جدي وفعال، عليها التخلي عن انحيازها الأعمى للاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لهذه الحكومة الفاشية وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا، وهو ما وافقت عليه الحركة يوم 2 تموز الماضي، استنادا لرؤية ومشروع بايدن وترحيبا بقرار مجلس الأمن. وفي هذا السياق نؤكد أن قيادة حركة حماس ومن خلفها الفصائل الفلسطينية قد باشرت بالتواصل المكثف مع الوسطاء وعدد من الدول في الإقليم وخارجه لتوضيح موقف الحركة وحالة مسار المفاوضات وما يواجهها من تعنت ومراوغة وتعطيل من نتنياهو وحكومته الفاشية.
اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين وسط تل أبيب خرجوا للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع المقاومة في غزة. جاء ذلك خلال تظاهرات لعائلات المحتجزين ومناصريهم في محاولة منهم لتكثيف الضغط على الحكومة لإبرام صفقة لتحرير المحتجزين. واشتدت المظاهرات بعد عثور جيش الاحتلال على جثث 6 من المحتجزين لدى حركة حماس في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة. انتقلت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال إلى جنوبي قطاع غزة أمس في المرحلة الثانية من حملة شهدت حتى الآن تطعيم 187,000 طفل. بعد 4 أيام من تلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال في المناطق الوسطى من قطاع غزة، انتقلت حملة التطعيم الواسعة الخميس إلى الجنوب. حشود من الفلسطينيين تجمعت في مراكز طبية في جنوب القطاع المحاصر لتطعيم أطفالهم ضد المرض في المرحلة الثانية من الحملة، وشهدت في مرحلتها الأولى تطعيم أكثر من 187,000 طفل. عمليات التطعيم بدأت في رفح وخان يونس، وهما منطقتان قصفتهما إسرائيل في الحرب، وتستضيفان عشرات الآلاف من النازحين الفارين من مناطق أخرى. وزارة الصحة في غزة قالت إن إسرائيل رفضت السماح للفرق الطبية بالوصول إلى المناطق الواسعة شرق محور فلادلفيا لتطعيم الأطفال الذين يعيشون في التجمعات السكنية في شرق المدن الجنوبية. من جانبها قالت وكالة الأونروا إن الحملة ناجحة حتى الآن، وإن كانت معقدة، حيث يتوقف القتال خلال ساعات الحملة من 6 صباحا وحتى 2 ظهرا في مواقع تنفيذها. في غضون ذلك تتواصل الحرب في أماكن أخرى من القطاع، حيث أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل 2 أشخاص في ضربات جوية إسرائيلية. مسؤول الصحة يستهدفون الوصول إلى 640,000 طفل في غزة لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في حملة بدأت بعد اكتشاف حالة إصابة لرضيع عمره 1 عام بالمرض، وهي أول حالة إصابة معروفة في غزة منذ 25 عاما بعد انهيار النظام الصحي تقريبا وخروج العديد من المستشفيات عن العمل بسبب الحرب. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف أمس 8 مواقع إسرائيلية وتمكن من تحقيق إصابات مباشرة فيها. في المقابل ذكر التقرير الصحفي أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مجددا الأحياء الغربية لبلدة مثل جبل بقضاء مرجع عيونة بجانبي لبنان. حزب الله يواصل عملياته ضد مواقع جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية مع إسرائيل مؤكدا أنها أصابت أهدافها. ففي بيان له أعلن حزب الله أنه شن هجوما بصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي، وأكد أيضا أنه هاجم جوا بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر قيادة كتيبة السهلة في ثكنة بيت هلل. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية خاصة الاغتيال في بلدة كفرة، شن حزب الله هجوما جويا بالمسيرات على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرى، واستهدف تمركزا للضباط والجنود. كما استهدف موقعي الملكية وحنيتة بقذائف المدفعية إلى جانب تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية. حزب الله أكد أنه قصف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، واستهدف أيضا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشة بالأسلحة. وقال حزب الله إن جميع استهدافاته تأتي ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة بلبنان، ودعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في المقابل شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة بليدة قضاء مرجع عيونة في جنوب لبنان، كما شن غارة على أطراف مروحين واستهدفها بصاروخين. ووفقا لتقارير لبنانية قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتي الناقورة وعلم الشعب في القطاع الغربي، كما نفذ الطيران الحربي للاحتلال عدوانا بالصواريخ استهدف بلدة عيت الشعب.
شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني والرئيس السنغالي، فضلا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمنتدى وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال. ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني كلمة أبرز خلالها مشاركة بلاده في جهود التنمية الجارية في الدول الأفريقية والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين، سواء في مجال تعزيز التجارة البينية أو تحديث الصناعة أو تطوير الزراعة. وفي ختام الجلسة ألقى الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية كلمة أكد خلالها عمق العلاقات بين الجانبين. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أشار إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها بإجمالي استثمارات تتخطى مليار دولار تتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة البروم ومكونات الطاقة المتجددة. للمزيد من المتابعة معنا مباشرة من بكين موفد النيل للأخبار أحمد سعد الدين. أحمد، يعني انقل لنا أهم التوصيات ونتائج هذا المنتدى الهام للتعاون الصيني الأفريقي. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. مشاركة كبيرة من مصر والتي يمثل فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر بمشاركة واسعة في كافة الفعاليات وكافة الجلسات الحوارية والمؤتمرات التي عقدت على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دورته الرابعة. يعني بالفعل اهتمام بالغ الأهمية بمصر ومشاركة مصر في هذا المنتدى في هذا التوقيت. تعاون كبير و تحالف استراتيجي شامل، خاصة وأن مصر والصين في هذا التوقيت تربطهم شراكة استراتيجية شاملة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في 2014، ونحتفل في هذا العام بمرور 10 سنوات على تدشين هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، ويسعى كلا البلدين إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة في شتى المجالات. على هامش مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، وتابعنا بالأمس كلمة الدكتور مصطفى مدبولي الهامة التي ألقاها خلال جلسة حوارية بعنوان التحول الصناعي وتعزيز الزراعة والتنمية الخضراء وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء. وكانت هذه الكلمة كانت لها محاور كثيرة تحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولي على سبل مجابهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وكذلك العالم أجمع، خاصة يعني التحديات سواء التحديات السياسية أو الاجتماعية أو التحديات التي تواجه سكان القارة الإفريقية في كافة المناحي. يعني أيضا أكد على أهمية الشراكة والتوسع في الشراكة الصادقة مع الصين في هذا التوقيت والعمل سويا من أجل الدفع قدما بمسيرة التنمية وتقاسم فرص التنمية مع كافة دول الجنوب العالمي. اليوم وخلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أو في مؤتمر رواد الأعمال الصيني الإفريقي الثامن، يعني كان هناك مشاركة من الجانب الصيني، كان هناك كلمة لنائب لرئيس مجلس الدولة الصيني، وكذلك عدد من المشاركين من رؤساء الدول الإفريقية، رئيس السنغال ورئيس زامبيا وزيمبابوي وكذلك جزر القمر، فضلا عن عدد من الزعماء والقادة المشاركين في هذا المؤتمر. ايضا يعني كان هناك كلمة لرئيس بنك التنمية الصيني ونائب وزير التجارة الصيني، وكان الدكتور ابراهيم عز وهو الامين العام للاتحاد العام للغرف التجارية اكد على يعني
أهمية تعزيز التعاون ما بين الصين ومصر في هذا التوقيت الذي يعني مصر أصبحت فيه منطقة جاذبة لمزيد من الاستثمار والعمل معا على تنمية وتعزيز سبل وفرص التعاون وجذب المزيد من الاستثمار في مصر. الآن ونحن في مقر إقامة الدكتور مصطفى مدبولي ببكين، يعني الآن هناك جلسات مغلقة مع الشركاء الصينيين، كبريات الشركات الصينية التي وقعت العديد من بروتوكولات التعاون وكذلك العقود النهائية، عقود نهائية في حزمة مشروعات كبيرة وجديدة، مشروعات كيميائية ومشروعات تكنولوجية ومشروعات الطاقة والزجاج. يعني هناك عقد مع شركة سامسونج وهي شركة صينية سوف تصنع البروم بجانب منطقة ومحطة تحلية المياه في منطقة فيدا بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس. يعني هذه الشراكة أو هذه العقود بتكلفة مالية تقدر بمليار دولار، وكذلك سوف توفر أكثر من 3000 فرصة عمل. يعني شراكة استراتيجية واسعة تسعى مصر والصين إلى تعزيزها في هذا التوقيت. إليكم. شكرا أحمد سعد الدين منفذ قناة النيل، كنت معنا من العاصمة الصينية ومتابعة لفعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي. أكد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان وتعزيزها في كافة المجالات وتطويرها، لا سيما في ظل النقلة النوعية التي تشهدها حاليا. بحث عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية اليونان جورجيوس جريباتريتس تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سويا على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية تناول مع نظيره اليوناني الإعداد الجاري لترتيب لقاء ثنائي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتشاور والتنسيق بشأن أهم التطورات على الساحة الإقليمية، لا سيما أزمة قطاع غزة والوضع في السودان وأمن البحر الأحمر. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف المجالات وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرى وزير الخارجية مع نظيره القبرصي كونستانتيوتس كامبوس. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا حرصهما المشترك على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ومواصلة الاتصالات بينهما للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن. يبدأ الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم زيارة إلى ألمانيا، حيث يجتمع مع حلفاء بلاده لمناقشة المساعدات العسكرية في وقت يتراجع الجيش الأوكراني في شرق البلاد في مواجهة تقدم القوات الروسية. من المقرر أن يجري زيلينسكي لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز في فرانكفورت، ووفق معلومات غير مؤكدة رسميا نشرتها مجلة دير شبيغل، فإن الرئيس الأوكراني سيطالب بأسلحة إضافية خلال مشاركته في مجموعة اتصال حلفاء أوكرانيا في رامشتاين، حيث القاعدة الأمريكية غير البعيدة عن فرانكفورت. أعلنت المملكة المتحدة أنها ستزود أوكرانيا ب 650 نظاما صاروخيا لمساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي خلال الأشهر المقبلة. يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا.
ختاما هذا تذكير بأهم العناوين. قوة الاحتلال تنسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان، وإعلام إسرائيلي يقول إن العملية العسكرية في الضفة الغربية مستمرة. نحو 20 شهيدا في قطاع غزة مع تواصل حرب الإبادة الجماعية، وبلينكين يحث إسرائيل وحركة حماس على التوصل لاتفاق هدنة. زيلينسكي يزور ألمانيا لحشد حلفائه، وبريطانيا تعتزم إرسال صواريخ لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 160 مليون استرليني. وصلنا مشاهدينا لنهاية نشرتنا، وكان معنا مترجم لغة الإشارة علاء الدين السيد. إلى اللقاء.